هنتقل بيكم لخبر اخر ايضا. دكتورة في اثناء التواجد في دبي، دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات اطلاق تقرير صندوق النقد الدولي التكيف مع اثار تغير المناخ في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وده كان بعدد من المسؤولين. خدوا بالكم ذلك نفس الاجتماعات اللي انا بكلمكم فيها. صندوق النقد مهتم بما يحدث في العالم، ابرزهم مدير صندوق النقد الدولي. مصر قدمت امام صندوق النقد الدولي ملف وقدمت حاجات وانجازات احنا عملناها. خلينا نفهم بالظبط كده احنا بنقدم ايه في ظل الظروف اللي صندوق النقد بدأ يبص فيها على مسألة تكيف الدول خاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أزمة المناخ. على الهاتف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. مساء الخير معالي الوزيرة. أهلا وسهلا أستاذ شيرديف، زي حضرتك. أهلا بيك يا فندم. إيه اللي إحنا رحنا وقدمناه أمام العالم؟ إحنا طبعا كل أنظار الدنيا بصلنا اليومين دول، يعني سبحان الله كله مستني نوفمبر اللي جاي. دي حقيقة. طبعا احنا مهمة السفر لدولة الامارات الشقيقة بدأت بما يسمى اسبوع المناخ في منطقة الشرق الاوسط اللي كانت بتستضيفه دولة الامارات، وكان مهم جدا ان مصر تبقى متواجدة كجزء من شمال افريقيا وايضا من خلال استضافتنا لمؤتمر المناخ. جلسات اول يومين الاثنين والثلاث كانت بتتكلم على الأهداف والأولويات لمؤتمر المناخ القادم وكيفية دفع العمل المناخي، خاصة في ظل منطقة زي شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهي بتعاني دايما الدول العربية من مشاكل المياه وشح المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. ومن هنا كان في دور مهم لمصر إن هي تعرض في أول حاجة ماذا ستقوم بتقديمه للدول العربية. وشرفت طبعا بصفتي رئيس الدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة العرب ان احنا نعرض الاستراتيجية الخاصة باحتياجات الدول العربية فيما يخص تغير المناخ والتمويل اللي محتاجينه في هذا الشأن، مع جلسات اخرى خاصة باهداف المؤتمر، وكان فيه شركاء التنمية ومنظمات دولية وما الى ذلك. الحضور النهاردة بقى كان تقرير مهم جدا اللي انت اتكلمت عليه استاذ شرفي، اللي هو التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكمان وسط أسيا. ده تقرير مهم جدا مطلعه البنك الدولي، أطلقناه النهاردة معهم. هل أي ثانية واحدة بس، هو البنك الدولي اللي مطلعه أو ولا صندوق النقد الدولي؟ صندوق النقد الدولي هو اللي مطلعه ولا إحنا اللي مقدمينه له؟ لا، صندوق النقد الدولي هو اللي مطلع. كويس، هو اللي مطلع. ده رقم أشكرك، ده رقم واحد. نمرة اتنين، هم بيرصدوا التأثر اللي احنا متأثرين فيه بسبب الغرب واللي عملوا فينا والصناعات ولا مش رصدين الكلام ده؟ لا 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 طبعا هم رصدين كل الكلام ده، ورصدين الحقيقة تأثيرات خاصة بالتغير المناخ على الدول العربية من ناحية حاجتين الحقيقة. التأثير في قضية المياه، وهذه منطقة لديها مشاكل في المياه وآثار تغير المناخ هتتأثر أكتر في ده، ومشاكل خاصة بارتفاع درجات الحرارة والزراعة وهشاشة المحاصيل. ولكن الجزء اللي حلو في تقرير الحقيقة صندوق النقد الدولي هي حتة مهمة جدا، وهي التأثير ده على الجزء الاجتماعي في الدول العربية ومسارات التنمية فيه، بمعنى إن هناك مجتمعات هتتأثر في هذه الدول وهي لم تكن السبب في الانبعاثات، وكيفية ان احنا نساعد هذه المجتمعات في التكيف مع اثار تغير المناخ واليات التمويل الجديدة. مصر عرضت الحقيقة اكتر من مسار في هذا الاجتماع. اول واحد، مجهودات مصر في التكيف مع اثار تغير المناخ. على سبيل المثال، مبادرة زي حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة انت بتغير شكل الحياة لستين مليون بني آدم. الحياة دي بتعتمد على خدمات أساسية. الحقيقة تقرير البنك النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، اتكلم النهاردة على ان من ضمن سبل التكيف هو ان الدول تقدر تقدم خدمات
اساسيه للمواطنين، اللي هي صرف صحي، ان هي اتاحه مياه شرب نظيفه، اتاحه طاقه غاز للبيوت، وده اللي فعلا مصر بتعمله يمكن بقى لها سنتين في مبادره حياه كريم. فعرضنا الكلام ده النهارده. الجزء الثاني تاثر السواحل، ارتفاع منسوب سطح البحر وكيفيه حمايه السواحل في هذا الشأن. ولدينا مشروع كبير وضخم الحقيقه بتعمله وزاره الموارد المائيه والري للاجراءات الحمايه لدلتا نيل. الجزء الثالث اليات التمويل، عرضنا حاجه مهمه جدا النهارده في ظل رئاسه مصر لمؤتمر المناخ القادم في نوفمبر. في موضوعين مهمين جدا محطوطين في هذا المؤتمر، وهو الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد للتمويل، والاثنين ما ينفعش يتناقشوا في معزل عن بعض. بمعنى طبعا طبعا انا لو انت عايزني اتغير وتكيف مع اللي بيحصل، طب انت هتساعدني ازاي؟ بالظبط، لازم يبقى في دعم، ولازم يبقى الدعم ده محطوط للمجال بتاع التكيف. طب معالي الوزيره، معالي الوزيره، انا عندي سؤال. اصل هو يعني بصراحة الله يكون في عونكم في صبركم في الاجتماعات. يعني أنا لما أروح أقعد مع واحد هو لا والله، ما هم بص، ما هم اللي بوظوا الدنيا وجاي يلزمني بحاجات أعملها وأنا بعملها وملتزم وبعمل أكتر منها كمان. طب فين بقى اللي هم قال لك طب أنا هقدم لك وهديلك وهساعدك؟ فين؟ هم فين يا فندم دول؟ شفنا شفنا حاجه يا باشا؟ يعني حد قال اتفضلوا خدوا ال 10 مليار دول؟ استاذ فادي هقول لحضرتك على حاجه. مسار العمل المناخي من اول باريس لغايه ما هيبقى في مصر ان شاء الله وبعديها في دوله الامارات الشقيقه، هو مسار صعب جدا في عمليات التفاوض، ولكن ما نحاول أن نقوم به الآن بالتعاون الحقيقة مع الإمارات هو أن احنا ننتهز هذه الفرصة، أن المؤتمر ده جاي في مصر وبعدين هيكمل في الإمارات في الدول العربية، فبالتالي نقدر ناخد أكتر مكاسب للدول النامية. النهاردة إطلاقي أنا ووزيرة البيئة الإماراتية، أنا نيابة طبعا عن معالي وزير الخارجية رئيس المؤتمر ووزيرة البيئة الإماراتية ووزير المالية الإماراتي لهذا التقرير، بيدي رسالة هامة للغرب، هو اهتمامنا بهذا الموضوع. كان في مناقشات على اطلاق التقرير وتعليقات على هذا التقرير، وكان السؤال الحقيقه اللي مصر طرحته، طب انتوا هتحلوا المشكله دي ازاي كصندوق النقد الدولي؟ هل هنطالب الدول الناميه انها تحط فلوس من عندها للتكيف مع اثار تغير المناخ، ولا هنخلق اليات تمويل مبتكره ممكن صندوق النقد الدولي يخش فيها لمساعده هذه الدول؟ لا 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 لا، هو مش تمويل، اللي عمل المشكله يدفع ثمن اللي هو عمله الاول، وبعدين نبقى نفكر بقى احنا هندفع ايه. انا اسف معالي الوزيره، الله يكون في عونكم طبعا في هذه المناقشات، وانتم ناس دبلوماسيين، احنا اعلاميين مش دبلوماسيين. اللي عمل المشكله دي يجب ان يقف امام مسؤوليته، وان هو يقدر يحل هذه المشكلة ويساعدنا على حلها. نقطة من أول السطر، نقفل الكراسة دي بقى. تعالى اتفضل اقعد قدامي، قول لي هتعمل إيه للدول اللي أنت منعت تقدمها بسبب القرارات بتاعتك علشان أنت بوظت البيئة. بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هذا المجهود. الست دي أنا لو قاعد مكانها في اجتماع من دول ودخلوا قدامنا، طب انتوا هتعملوا ايه؟ طب انتوا هتقولوا ايه؟ يعني انت قاتل وجاي تقول لي انت بتدفن ازاي؟ انت مبوظ البيئه وعامل السحابه وعامل الثقب الاسود وعامل الاوزون وعامل 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 ومانعني ان انا اعمل مصانع عشان ما تلوث البيئه. طب هو انا احنا ما بنعملش انبعاثات واحد على الالف من اللي بتعمله الولايات المتحده الامريكيه ولا اللي بتعمله اوروبا، انما انتوا جايين علينا احنا في الشرق الاوسط وجايين علينا احنا في شمال افريقيا وعاملين ملف والتزاماتكم ومش التزاماتكم وتعملوا ايه؟ طب انت بتقدم لي ايه؟ فين التزاماتك انت بتاعت باريس ومؤتمر باريس؟ وانتوا بس التزموا وشوفوا هنعمل لكم ايه؟ حوش الفلوس اللي نطت علينا واللي مطرت فوق دماغنا، ولا حد بيعمل حاجه. وكلنا بنعمل ده بدراعنا، والبلد دي ماشيه بتعمل الكلام ده بدراعها.